أهلا بكم مشاهدين ومستمعين إلى جولة في الصحافة، والبداية من الصحافة الفرنسية وموقع كونيسونس دينيرجي، والذي نشر تقريرا ذكر فيه أن المؤسسة الوطنية للنفط في ليبيا أعلنت إعادة فتح خطي أنابيب في غرب البلاد بعد انتهاء الحصار، ما يمهد الطريق أمام زيادة الإنتاج. الصحيفة أشارت إلى أن الخطين يربطان حقل الشرارة النفطي بمصات الزاوية لتكرير النفط وحقل الفيل للنفط بمجمع مليتا، وكان قد تم إغلاقها عند صمام رئيسي في بلدة الريينة منذ نوفمبر 2014 بالنسبة لحقل الشرارة وأبريل 2015 بالنسبة لخط حقل الفيل. ونقلت الصحيفة عن رئيس المؤسسة الوطنية للنفط مصطفى صنع الله أنه للمرة الأولى منذ 3 سنوات سيتدفق كل النفط الليبي، مضيفا أنه ستتم زيادة 175 ألف برميل يوميا إلى الإنتاج خلال شهر واحد و270 ألفا خلال 3 أشهر، متوقعا أنه حسب أسعار النفط الحالية ستزيد عملية فتح الصمامات مبلغ 4.5 مليار دولار للإيرادات المتوقعة للعام المقبل. إلى الصحافة العربية وموقع صحيفة المغرب المغربية، والتي نشرت تقريرا ذكرت فيه أنه بعد أن طوال الاتفاق السياسي عامه الأول دون تنفيذ بنوده وامتناع مجلس النواب تضمينه بالإعلان الدستوري وفشل فايز سراج في تمرير حكومته، تعالت الأصوات المعارضة للاتفاق مؤكدة انتهاءه، واتجهت تلك الأطراف المعارضة للبحث عن بديل آخر. الصحيفة ذكرت أن رد المبعوث الدولي مارتن كوبلر كان مفاجئا للجميع، حيث أكد بأن عدم تضمين الاتفاق السياسي بالإعلان الدستوري سيضمن استمرار صلاحيته، وأن العد الزمني لفترة الاتفاق إنما ينطلق بمجرد التضمين بالإعلان الدستوري. وتساءلت الصحيفة ما مصير القرارات والتعيينات التي قام بها المجلس الرئاسي، واصفة المشهد بمسلسل من العبث السياسي من الأطراف المحلية والشركاء الدوليين، وأضافت بأن هذا العبث السياسي تسرب إلى سائر القطاعات، والتي من أهمها قطاع النفط الذي أخذ نصيبه، حيث تقدمت قوات المنشآت وسيطرت على الموانئ النفطية وحرمت خزينة الدولة من إيرادات هامة، مما انعكس بصفة مباشرة على حياة المواطن بحسب الصحيفة.